للحديث بشأن تداعيات الانتهاكات التي ارتكبها الضابط عمر نزار بتهمة قتل المتظاهرين. أستاذ محمد، بالعودة إليك، كيف ترى إحالة الضابط للمحكمة؟ هل من شواهد تقول بأن هناك من يريد تحقيق العدالة فعلا، أم أن الموضوع ككل القضايا التي أدين فيها ضباط وقادة ميليشيات فيما مضى يعني تثار فقط لتهدئة الشارع العراقي؟ أخي العزيز، لنوضح لمشاهديكم الكرام حقائق أو حقيقة ما يجري في الناصرية. لدينا في الناصرية أكثر من 140 شهيد، ولدينا أكثر من 800 جريح، ولدينا أكثر من 1000 أو 1300 يعني معوق. هل يعني يقتل؟ وهل المعقول عفوا لأن كل هؤلاء اقترف جريمة شخص واحد؟ هذا السؤال، هذا تساؤل. قبل قليل كنا في ساحة الحبوب وكان لدينا حديث مع اخواننا المتظاهرين في ساحة الحبوب. هل يعقل؟ كم اين كانوا في هذه الاسئله؟ يعني اسئله الشارع، اسئله عوائل الشهداء واسئله الشارع الذيقاري هنا في الناصريه. هل يعقل بان كل هذه الجرائم، هذه البيئات من الشهداء وهؤلاء ايضا عشرات ايضا المئات من الجرحى، كل هؤلاء عمر فقط؟ وان كان عمر، لو كان الامور هالشكل، هل تم استدعاء عوائل الشهداء والمواجهه مع هذا الشخص، هذا المجرم، وجها لوجه مع عوائل الشهداء الذين يتظاهرون اليوم وهم يرفعون صور اولادهم؟ ومن الممكن ان ازودكم بهذا المقطع الفيديو من هذه التظاهرات التي حدثت اليوم. هل يعقل وكيف يريدون منا ان نصدق بان كل هذه الجرائم التي حدثت وهذه الدماء التي سالت على نار الفرات، يعني رغم توثيق جرائم عمر نزار؟ انا اقول يعني هذه الفيديوهات، يعني هناك الكثير من الأدلة التي تثبت تورط الميليشيات بقتل متظاهرين سلميين. رغم توثيق جرائم عمر نزار من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية، ولكن يعني ظل طليقا لمدة طويلة، يعني لم يتم إحالته للتحقيق إلا بعد ضغط الناشطين. بما تفسر هذا الأمر سيد محمد؟ الحقيقة أولا هذه قضية معروفة، هم يريدون بان قضيه عمر نسبه بالقضايا القتل والقضاء التي تعرض بعدها طيله هذه السنوات ومنذ عام 2011 ولحد الان. لدينا المغيبين ولدينا الشهداء ولدينا، وهذه قضيه عمر اعتقد بانها سوف تذهب ادراج الرياح كما ذهبت بقيه القضايا. لا نثق حقيقه، لا نثق طالما هناك احزاب سياسيه متنفذه وميليشيات وأذرع، وكانت طبعا بمناسبة كانت أحد شروطنا أو أحد مطالبنا الرئيسية تجريد كل الأحزاب التي لديها ميليشيات وأذرع مسلحة من المشاركة في الانتخابات، وكانت هذه من أولى الطلبات لساعات التظاهر. لكن أبيض الآن 90% كل الأحزاب الموجودة في المنطقة الجنوبية تحديدا لديها أذرع مسلحة ولديها ما تقوم به من قتل وخطف واعتقال و كل الابواق الليليه التي اصبحت معتاده هناك الناصريه. لذلك قضيه عمر حقيقه قضيه مجزئه، وقضيه عمر حقيقه كل ما في الامر بان بعض الاحزاب تريد ان تقتل الوقت وتريد ان تسوف هذه المطالب التي لقد هذا اليوم ولقبل الساعه من الان. انا جئت من ساعه الحضور تظاهر. قضيه عمر ما هي الا، اذا تسمح لي دقيقه واحده، قضية عمر ما هي إلا نقطة في بحر من هذه الجرائم التي حدثت، وحتى هذه النقطة سوف تختفي كما اختفت قبلها الحديد العديد من الجرائم القتل بحق المتظاهرين والاعتقالات وغيرها. معي ومع غيري أنا أتحدث بشكل واضح وصريح، معي ومع غيري هذه الجرائم، قضية عمر سوف تذهب وهذا قضية واضحة. ثم أنا كما هو تساؤلكم الآن هو أحد تساؤلنا، أين كان عمر طيلة هذه الفترة؟ وهناك المئات من الشكاوى المقدمة بالأدلة والوثائق، أبسط مقدارها في ساحة الحضور لدي الأدلة والوثائق على ما حدث على جسر الزيتون. أين طيلة هذه السنوات عن هذا القتل؟ ثم لماذا الآن بعد هذا الضغط الجماعي؟ وأعتقد بأن القانون ليس بحاجة إلى
الى ضغط جماهير الى ضغط الشارع. القانون يجب ان ياخذ طريقه حتى ان هذا الامر يعني هذا الامر الضغوطات. سيد محمد هذا الامر يكاد لا يخفى على العالم، والدليل الكثير من المنظمات الحقوقيه تدين عمليات القتل. أيضا مؤسسة فريدوم هاوس تقول إن العراق حصد مرتبة متدنية من حيث الحريات والحقوق المدنية والسياسية. هنا نأتي سيد محمد، ما هو الواجب على الناشطين في ظل استمرار الحكومة واستمرار الأحزاب وميليشيات الأحزاب في انتهاك حقوق العراقيين؟ أخي العزيز، أنا أتحدث معك بصراحة وهو إيداع إلى كل المنظمات، كل المنظمات وكل من يستمع الان الى محمد الخيار، تدين بالادله وبالتواريخ من بدء من 15/4/2011 في سجن مطار مثنى الصيد ولغايه هذه الايام بالادله، وهو نداء موجه لكل المنظمات التي تدعي وترفع شعار حقوق الانسان ما عدا العراقيه منها، لكون العراقيه الان، وانا سبق لي ان التقيت بهذه المنظمه، تخضع مكتب حقوق الانسان يخضع للمحاصصه وليدفع الجميع من كل الكتل الاحزاب التي لديها الميليشيات. هناك ممثل عن هذه المنظمات، وانا زرت المكتب وليسمع جيدا ما اقول، هذه المنظمات الحقوقيه التي تدعي بانها العديد منها التي تدعي حقوق الانسان ما هي الا ايضا اذرع لهذه الاحزاب وموجودين في داخل منظمات حقوق الانسان. البعض منها اقول بالتاكيد واؤكد واقول البعض منها التي انا شاهدتها هنا في الناصريه. نعم. الميليشيات متواجده بممثلين كما هو في مفوضيه الانتخابات وكما هو في مجالس المحافظات. نعم. شكرا جزيلا سيد محمد الخياط الناشط في التظاهرات، كنت معنا من الناصريه في العراق.